الحمد لله. ودابا وقفتي معايا ربي وقف مقدوني اخيرا. ايوا دابا انت باش بكيني عاود احنا نبقاو نبكيو كاملين. زيدوا زيدوا بلاتي. ها شوف يلا شد عينك شد عينك شد عينك. دابا محمد انت مورا بنتك زيد مورا بنتك زيد مورا بنتك تنقول لكم فتحوا واحد جوج ثلاثة. السلام عليكم من بلاصه كنا كيفكم بخير على خير ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. النهار هي المفاجاه ديال الصالون النهار الكبير هذا اللي كنتو كتستناوه الصالون ديال الراديو محمد. المهم محمد وراضيه وليداتهم صدرناهم راهم عندنا لداخل في الدار ديالنا دخلناهم لداخل الدار قلنا لهم دابا طلعوا انتم كاملكم انتم وليداتكم جبنا الحوايج كاملين غتشوفوا معنا كل شيء. دابا غنزلوا معكم المسائل كامله تفريشه راها غننزلها في البيت ديال السطح الفوق في الدار ملي غننزلوا هذا الشيء كامل المونطيوه هنا لتحت في الصالون غيبقى لنا التفريشه نطلعوا ونجيبوها وفاش غنساليو كلشي المونطي وكلشي بالرواقات بالفسيقيات بالفراش بكلشي غنهبطوهم الدار وغتشوفوا ردة الفعل ديالهم معنا. نظن غتكون واحد ردة الفعل اللي قوية بزاف ومتحمسة حتى انتم عاد تكونوا محمسين معنا. جازوا لساني عن قولي المزيد. يلا شنو نطولوش عليكم دابا يلا شكرا لكم الحباب على السيبور ديالكم كاملين شكرا لكم على التعاليق على الجيم ديالكم على الكلمات اللي كتقولوا في حقنا كاملين لكم مني كل احترام والتقدير والحب وكل شيء كل شيء ربي يحفظكم لينا. يلا تبعوا معنا بسم الله على بركة الله. بسم الله يلا سالينا يلا بسم الله يلا على بركة الله بسم الله على بركة الله. طبعا معلم اخي جو جو الله يرحم لنا بنزل لي عهنا سلام ويسلم بسم الله يسمح لنا عطانا في العموم شويه اوه اوه لا بس لك نشيعه شويه الله سير الله انا اكثر انت اهلا 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 العموم انت ظهرك مفكوك بلا ما بلا ما تنزل شي حاجه عارية تفرج انت تفرج سير 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 ندخلو هاد الدار صافي يلا لا لا كل حد اللي مخدوم كلنا فقرين العموم لا بلا ما دهز بلا والو نزيدو شي نكملو عليك راه انت عندك تاكل في كوك سير على هذوك يا خاي هاول كما شفتوا معنا نزلنا كل شيء دابا غندخلوا هذا الشيء للدار زربنا عليهم باش عاود تا هو نخليو يمشي عاود عند الدخول ديالو الله يعاونو مسكين الله يسهل عليه. معكم كريم السلام عليكم خوتنا الحباب كي دايرين مزيرين هانيين امركم هانيه نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان. تحيه ديما لما وتحيه الجميله وديك الشيء الله ما ننساش الوالد. وشوف اخوتي العزاز راه كاع ماشي عندي ام واحده انا راه كل شيء عنده ام ديالو حيت انا كنقول ديجا كنتفكر الوالده والوالد ولا الجميله حيت عزازين عليا. دابا انا يحصل لي الشرف انني نحب يما ونحب جميله حيت انسان شريك حياتي. دابا انسان شريك حياتي تبارك الله عليكم خوتي الاعزاء ما بقاليش الوقت الله يرحمكم الوالدين حيت دخلت للتعاليق ديالكم الزوينه شكرا لكم بزاف والله العظيم داكشي ديال الله تيلا وتعطيك مره اخرى كامل كيعطوك التحيه حتى من الناس من على برا كيعطيك التحيه شكرا للكريم والتحيه للعقول الناقيه وديكشي ديال الله اخوتي. وانا راه ديجا وانا راه ديجا كنبريبار على الاذاعه على القناه اللي وعدتكم بها وعندي لكم شي حاجه للحماق ولا طوب والله اخوتي العزيز تنشدكم بالله وديما كنبقى التحيه لاما والبابا والخويا علي وختي وصال تبارك الله عليكم الله يسهل امركم الله يعمرها دار الله يفيك الله يحفظك انت الله يعمرها دار الله يسهل عليك. علاش علاش دابا شوفوا اختنا العزاز راه حنا ولاد كنا ولاد مجتمع واحد كنا خوت راه لا يؤمن المؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ديما كنبقى التحيه للوالده والجميله وديك الشيء ديال الله تعالى خويا علي وصال تبارك الله عليكم ديال عموم شكرا. دابا غنطلعوا نجيبوا الزربيه اللي عندنا في الدار وغنجيبوا الفراش تبعوا معنا. كتستنى دابا انصار شنو كتستنى؟ غنتسنى الصالون ديالنا يوجد
كتسنى الصالون باش تشوف المفاجآت الصالون. دابا مش حال هذه كتسنى الصالون ديالكم يلا. مش حال هذه؟ انت يا فاطمة؟ شحال هادي وحنا كنستنى واخيرا النهار اللي جا غنشوفو الصالون ديالنا مفرش. دابا شوفوا دابا راه الصالون راه المعلم خلينه دابا كيصاوب تما كيتقبل الرواقات والافتقيات. المهم دابا كما كتشوفوا من هنايا وما جالسين عندنا في الدار هنايا واحد الحاله التوتر وكيستناو فارغ الصور فوقاش غنصاوبوا ديك نقادو ديال الصالون في بلاصتو باش يهبطوا ونشوفوا ردة الفعل ديالهم وحتى نتوما عاود تشوفوا معنا. دابا في هذه اللحظه هذه كيفاش كتحسوا دابا نتوما؟ كنحسوا بواحد التوتر وواحد الاشتياق نشوف الصالون. المهم دابا انتينا ويصل عاملين دابا بحال ديك الشكل الدار ديكور. دابا نتوما كتصممو لنا خطه واعره من خطه واعره. دابا التصميم دابا عليكم. دابا حنا كنستناو فارغ الصبر نشوف الصالون واش كما كف الخيال ديالي انا غيطلع كما متوقعه انا ان شاء الله. دابا شنو كان الخيال ديالك الراديو؟ المهم الخيال ديالي داكشي يكون مزيون انيق شي صالون تحل ديالنا ولا احلام صالون الضياف يعني يكون حمر الوجه ان شاء الله. انت يا فاطمه كيفاش كتوقع يكون الصالون؟ عتاقه في الذوق ديالكم عتاقه 100% حيت عارفين عندك الذوق انتينا ولا ويصل صراحه. دابا نبال محمد قال ايه قبل من قبل اللي يجي اللي جينا قال لي لا خلوني انا معكم نشوف ونزل معكم. هذا قلت له لا والو قلت له راه بحالك بحالهم قلت له ايه وطلع معهم للدار قلت له ممنوع حتى واحد ما يشوف بقى داخل رجعني قال لي ادخل دغيا وزيد الغزاله راضي قلت لهم يلا ايوا انت وليداتك الداخل منع شي واحد يبقى على برا صحاب لي ما نقدر سبب الفرش كما كلشي وانتم كنتو تهبطوا شي حاجه على الضمن لا حتى ساعتي كلشي اي سوق الدار راه المهدر باش نشوف ولا دخلت للبيت جلس دابا اش نقول السلام عليكم ويا الاولى كي داير الجمهور ديالنا الغزال لاباس عليكم كلشي مزيان كلشي بخير حبكم تكونوا على خير وعلى خير. دابا حنا خلينا لكم انتم تما الكره في الدابو انتم هما مشوقين بحالنا دابا حنا والجمهور حنا والله في راسكم راه حنا واخا شرينا داك الشيء وشفنا داك الشيء هذه ولكن النتيجه النهائيه محمسين حتى حنا عاود بحالكم خصنا نشوف النتيجه النهائيه كيفاش غايجي حنا والجمهور دابا انا والجمهور بحال بحال محمسين انا وياهم. دابا كما قالت راضيه راه دروا ديكور حنا قال باش يفرش الصالون الله يجازيه بخير واختي ويصال الله يخليكم ديما في راسنا هذا الشيء واجب الحمد لله اللي جيتم العائله ديالنا بعد الله يرضاك يا ربي يا شتي ما جبتش داك بعدا كنفتخر بينا الحمد لله دائما كنقول يا ماما انا نفتخر بعمو وخالتو ويصال اللهم لك الحمد انا تيقن في الدار ديالي معاكم مزيان ان شاء الله كما كنبغيو الدار ديالكم حتى الدار ديالي راه بحال ديالكم كنبغيو حتى هي تكون عام مصلوحه مفرشه حتى هي بحال ديالكم لان حنا عايشين مع بعضياتنا عايشين هنايا بحال هنا بحال تاع بحال بحال فيما جلسنا الحمد لله دارنا واحدة فيما جلسنا وهذا اللهم لك الحمد الله خلينا ديما مجموعين امين راه تايق فيكم شوف راه عارف واخا انا تكالي لي انا الصالون صراحه بصراحه الله انا تكالي لي انا ما كنتش عن ما كنتش عن انا في وقت الصالون هادشي دابا ما تشوفش الصالون تشوف الصالون تشوف الفرحة الفرحة بالدموع هادي هي الفرحة الصراحة أنا بيني وبينكم أنا ما كنتش ديك الفرش اللي عاد ديرو أنا ما شفتو ما والو لأن عارف عاد ديرو شي حاجة مزيونة أنا ما كنتش ما نعملش ديك الصالون كما عاد ديرو أنتم إوا اللي حشمنا يعني أنا بهذيك ديالي على حسب على حسب المنظر ديالي على حسب الميزانية ديالي إوا اللي حشمنا ندير شي حاجة على قد الحال شكرا الله يجازيك بالخير الحمد لله قلبك كبير وعملتي لي المفاجأة الأولى كانت هي إصلاح الدار كان الحلم ديالي ودابا وقفتي معايا ربي وقف معاك الدنيا أخيرا إوا دابا أنت واش بكيتي معايا عود حنا نبقاو نبكيو كاملين الصراحة فرحة واحد الفرحة كبيرة كبيرة ما يحس بها حتى شي واحد يحس بها اللي محروم بزاف ديال الحاجات وشكرا بزاف
حيت شو خسر الدنيا كامله ما علقاش شي واحد يوقف معايا كما وقفتوا معايا نتوما. وشكرا بزاف، كنبغيكم بزاف، وحتى الجمهور كان بغيهم العشر نشارك معاهم الفرحه ديالي. دابا اهم حاجه خصنا عندك لك بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، عاوتاني ان شاء الله يا ربي على لسان كل خير. انت اختنا والمراد ولد خاي ورحنا عائله الحمد لله، شاركين اللحم والدم والطعم وكل شيء. دابا هذا الفرحه ديالي كبيره كبيره بزاف وما نقدرش نعبر عليها. تسالوا كل خير، والله تسالوا كل خير، لان انتم معاونيننا في القناه وكل شيء، لان تسالوا منا كل خير وكل حاجه في حقكم نعملوها واكثر، لان هذا ان شاء الله الكادو الكبير بالسبوع ان شاء الله. دابا السبوع راه قرب، هذا الكادو الكبير منا هذه هي السبوع ان شاء الله. المهم حبيبك ما تشوف دابا هبطنا الزابيه وهبطنا التقيات هذوك ديال اللوح راهم فينهما سينتا دروح الثاني وهادو من الفوقانيين. صراحه هادو ما عجبوناك جاو فيني، وحتى الخدمه ديالهم عجبنا ملاقيين، يعني باش كيجي يعني بحال هي واحده مشروفي وصافي. هذا الصالون القديم اللي كان فرشنا شحال هذه هو هذا، ايوا دابا ان شاء الله الصالون الجديد نتمنى من الله كابر كبير الاسبوع هذا، هذا كابر كبير الاسبوع، نتمنى من الله يعجبه بالذوق ديالي وديال علي. حتى المشاهدين اللي كيشوفونا نتمنى حتى هما يعجبهم ويقولوا زعما بلي اخترتوا شي حاجه في المستوى، نتمنى حتى انتم ملي تمونطوا وتشوفوا حتى انتم يعجبكم ان شاء الله يا رب. الصراحه انا عجبني انا الخشب، واخا ما كنت اخترت مع علي ولكن صراحه جاو مزيانين. الخشب كيف جاو؟ جاو واعر، واخا انت ما شفتوش. ما شفتوش انا لكن جاو واعر، ولكن التلميطه انا وعلي اخترناها، والمهم الفرج والرواق وكل شيء ان شاء الله يا رب. نتمنى من الله يعجبكم وكما يعجبهم هو ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا المعلم ديالنا هو دابا راه هاي بدا كيمونطي هاد الشيء هذا اللي غيلصق فيه التقية والرواق، يعني غيجيو مشروكين من القنت لهذاك حتى لهنايا حتى لهاد السارجيم. لا هذي ديالي اجي نقول لك جمعتي كلشي هاد الصوالح معلم باش ما يشوف والو ما يعرفش رغم انا مغمضه. ولكن انا وصلت شي ثقيل عليك زعما انت على دارك عندك الزون انت نعرف انت نعرف انت نعرف انت نعرف انت هو اللوط خفافي نعرفتي وزيد ديك الباب راه كنا هذي الباب صافي سير يلا. بسم الله والله الا ثقيل هذا الشيء، خلينا نهزو وحده مرا وحده ويصال واخا ما قالوا باش يتجمع والله الا ثقيل هذا الشيء بوبا لا تيب لا نمشيو حنا نتقاتلوا مع راسنا مالنا فرعوا حسين هي بالعكس هو هذيك هي اللي خفيفه مالنا نفرعوا حسيرنا لا هنا زعما عندنا مسافه بعيده ولا شويه علينا خلينا نحمل هذا هو سنتينا كانتي لو مريم جيبوه سمعتني لا لا عسير عسير هذاك انت تقل على ظهرك انت الرجل ديالك عاود مريض اللي كدوز تقل كيبقى يحرق نسيتي راسك والحمد لله سير هز من الليل كيبقى يحرق لا داك الشيء النهار اللي بديتي كذا عمل الريجيم بقى بزاف كيحرق الحمد لله كنعمل تبارك الله انا نهدي في الحياه ما بقاش حتى الفراش خليني نكتب سير قال فوق لا لا زيد طلع جيت طلع فوق العدل لا كم كالي لك نطلع لا اخذ الدور اخي هذا باش هنا شويه كما كتشوفوا دابا معنا راه حنا ركبنا هادو احنا دابا سلام معلم دابا شطات الغبره كامله وحيدتها وكنضرب الجفاف باش ما ينطلق الزربيه كاين ينطلق على اللنقه ما كاين غوا ما كاين والو خلاك الله يرحم لي ماشي شغله وثقنا كاين وصح خلاك الله يرحم من عمله عامله ثم اتقانا ثم اتقانا هي هذه خصنا نعدلوا شي حاجه نعدلوها شي حاجه بحال الدار ديالنا بحال الدار ديالنا ودواصل هي الدار ديالنا حنايا ديالي بحال الراديو وديالي بحال الراديو وديالي بحال ديال الراديو كلشي بحال بحال ويصا راكم عارفين كما كتبغي غير الخير للنفس كنحبوا لاي واحد اي واحد دابا يلاه حاجه كانها في دارها دابا باش غنبداو دابا غنبداو بالزربيه هي الاوليه
نفرش الزربيه ونعدلو الكساره باش نساعتي عاد نركب الرواقات. لا ما يمكنش، خصنا نركب الرواقات والتقيتهم الاولين باش نعملو الكراسه ونطرو عليهم حيت شي العلو بزاف وعاد العلو عندنا تما خصنا نستعملو الكراسه باش نوقفو عليهم. انت هذيك ديك الحمراء زين. اما الا استعملنا الا من الكتره والبونج هما الاولين فين غنطلعو؟ خصنا نعملو ديك الساعه الكراسه فوق البونج ما يمكنش. اخيرا سالينا الصالون، واش مستعدين تما تشوف الصالون قبل من راديو محمد ووليداته؟ مستعدين الصراحه والله. انا مستعد الساعه ما عرفتش حد دوزنا باش نركب الصاله انا وياه، واخا يعني المعلم كان في ثقيه مشى بحال يعني ديك اللوحات كما شفتوا، وحنا بقينا كنركبوا بخرصه بخرصه كملنا انا وهو صار هذا الشيء كامل. المهم اخيرا سالينا الحمد لله. انا بعدا راضيه على هذا الشيء اللي عدلنا انا وياه، قسما بالله الا راديو فرحانه فرحانه من قلبي بحالي كنعدلوا ليلي والله ماشي كنعدلوا الراديو ديال محمد. تدوا الدماء عيني تبع لك والله. شوفوا ويصل صراحه الفرحه فيها كانها في والله في الدار عنا. انا عجبني. يلا واش مستعدين المشاهدين تشوفوا معنا؟ يلا واحد جوج ثلاثة قولوا لنا كيف جاكم الصالون ديال راديو محمد. مرحبا بكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصالون هو هذا الصالون جاي تا ويصال ما شاء الله. الصالون هو هذا المشاهدين كما كتشوفوا، نتمنى يكون عجبكم حيت الصراحه مش حال هذه وحنا كنقرروا خصنا نعملوا لهم الصالون، مش حال هذه وحنا كنسينوا هذا الصالون، مش حال هذه وحنا كنسينوا نفرحوهم. الحمد لله اتى الصالون قبل اسبوع، هذه واحد الفرحه كبيره الحمد لله. شوف الصالون كيفاش جا، وعملنا لهم هذا الشكل هذا بحال الشكل ديالنا بحال ديالنا على البيت اللي عندنا على برا. الخدمه هذه مع العيل الخدمه هذه جاتني انا جاتني صراحه مجموعه ديالنا الصراحه حيتاش هما في الصوبنا ديالنا عجبهم هذا الشكل هذا بزاف، وانا ديت عيني معاهم حتى انا ديت بقاو عجبهم بزاف قالوا واو هذا الشيء واعر. ديك الشيء انا باش خبرت ويصال فاش بغينا نجيو نصاوبوا الكتاره قلت له ويصال هما كانوا عجبهم بزاف ديكورد هذه الكتاره بحال ديالنا غنصاوبوا لهم بحال ديالنا، قالت لي مزيانه. وانا شو احنا الصراحه والله الا واحد الفرحه فينا كبيره توصل انا الدموع في عيني والله. الصراحه احنا دينا على الاكثر اللي كانت كتعاود لنا الراديه صح، كانت كتعاود لي كتقول لي انا قلت لك هيدا قبل ما نفكر كرهتي شي حاجه كتشبه بحال ديالكم، شي حاجه كتشبه بحال ديالكم خصني في السقيات يكونوا يعني لاصقين وما يكونوش ميك ثقالين، هذا الشيء كتقوله قبل شي حاجه خفيف وهي وصل دات على الهضره ديالها بغات شي حاجه راضي كيعجبها شي حاجه خفيف هذا بدك شي قالت لي نعمل لي شي حاجه خفيف بحال هيدا هذا الشيء هذا عاود جا ما شاء الله. العلاء اللي اختارنا نمشيو معكم دقه المشاهدين دابا دقه بدقه، نتمنوا تكونوا حتى انتم فرحانين معنا وتفرحوا ما نشوفوا الكتاره كيفاش جاوا ما شاء الله، يعني كيشبهوا ديالنا بحال ديالنا، يعني حتى احنا ما قصرناش معاهم جهودنا عملنا داك الشيء بحال اللي عملناه لنفسنا حيتاش راهم عزاز وغاليين علينا. بالمناسبة كل خير والله. بالمناسبة الناس اللي يقولوا إغضاء يعني يدخلوا شي ملاحظات على هذه. ما كملناش حتى للقنت. هذه محمد وعلي ما فكر يعني فكروا ما عدلوش حتى للقنت حيتاش هنا الراضية بغات تعمل هنا شي ديكور حيتاش الراضية كما كتعرفوا معنا شي دار كبيرة ولكن بغات نعدل شي ديكور، وحتى هذا الديكور ديال القفص ما يتخسرش بالكتارة. شوفوا معنا المشاهدين صاروا من هذا الجهة لا نعاود ما شاء الله من هذا المنظر هذا. شوفوا ما شاء الله صحتهم وراحتهم صحة وراحة، غنشوفوا ردة الفعل ديالهم دابا هذوك اللي ردة الفعل صراحة راضية قبيلة تيبكى تعدل اللي واعرة كنظن انا غيفرحوا أكثر منا لأن راه محمسين وكيستناو مساكن راه دابا فايتة العشاء. هي هذه المشاهدين اللي كتشوفوا ما شاء الله هاو كيفاش طلعت من هنا، كتشوفوا كيفاش الخدمة ديالها الرجلة ديالها هادي من هنايا عندها الزاج هنايا حتى هادو عندهم من هنا الزاج، واحد شوية الخوات جا تحت الزاج المخاد هما هادو ما شاء الله بصحتهم وراحتهم يستاهلوا كل خير. وما ديرش شويه الاضاءه تاع الزازه سمحوا لنا يمكن ما غايب يقدر يجيكم شويه التصوير ناقص على حساب هاد الضو، كتعرفوا المشكل ديال الضو اللي كنعانيو منه هنا دائما كنقول لكم الضو عندنا ضعيف بزاف خصوصا بالليل، بالنهار كيكون مزيان بالليل كيضعف بزاف لان الناس كلشي كيشعل الضو هنا في الدواوير وكيكون ضغط عليه وكيضعف الضوء، احنا كنساينو يجاهدونا في الضوء ان شاء الله على الله. ودابا كما كتشوفوا راه الضوء كيفاش كيتزعزع كيبان لكم كيتزعزع يعني هذا مشكل الضوء ضعيف. هذا اللون هذا كيعطي المساحه للصالون كبير ما هما عندهم الحكم من الصالون صغير. عندهم صغير. يعني غير 3 متر وقيلا ما كملناش يعني في الصالون ياك. فاين من هنا. التيساع ديال التيساع. التيساع عندهم بالعرض باش تكونوا عارفين 2 المترو و56.
يعني باش تكونوا عارفين جد المترو 56 سنتيم عملنا لهم الطابله احنا مستطيله باش على حساب الماكله يبقى معها اتساع من هنا ومن هنا، والخشب عملناهم كبارا ديال 70 والحمد لله توفقنا في هذا الشيء. نتمنى انتم يكون عجبكم جا مزيان، وحتى الالوان عملنا لهم الالوان في هذه الالوان مفتوحه باش يبين لهم الصالون كبير، لان الا لاحظتوا غتشوفوا معنا دابا الصالون من الزاويه كبيره، غنعمل لكم يعني التصوير دابا بالزاويه الكبيره اللي كيعطي واحد العرض كبير، غيبان لكم الصالون هكا كيفاش كيبان الصالون. شوفوا كيفاش كيبان الصالون تبارك الله، هذا هو الصالون العادي اللي كنا عملنا لهم، يعني صالون هذا عادي. شوفوا حاجه عاديه مع الحاجه واعره، يعني واحد الفرق صراحه اللي كبير وواحد الفرق شاسع. نتمنى يكون عجبكم هذا الشيء المشاهدين. يلا دابا نطلعوا مره مساكين خافتوا مره من قبيلتي راهم ما فهمت لكمش. يلا تكون معنا حاضره هنايا غير مروه بوحدها هي اللي كاينه معنا، كيف جاك المسي الصالون؟ صراحه واعر بزاف وانا عجبني من الفصاله وكل شيء. ابا واش هذا بلاتي هذا بلا واش با عملتي لهم اشاره ياك؟ لا واش غنقول لهم هما هي النمره في الشاشه؟ يستاهلوا ياك؟ يستاهلوا كثار. يلا جيبوهم دابا. يلا شوفوا كنت نقول عن حياه عن حياه الملاطي من العاصر وحنا نوجدوا الصالون ادنى من العشاء. شادين الباب شادين سعدين سعدين واجدين مساعدين سعدين مسيد مشطر شاب. يلا بسم الله على بركة الله. يلا دار داركم مرحبا بكم، شحال شي استعمر داكم الدار. ماشي بالطاجين المناضة معولين على العشاء من النهار الاول هذا. بلا غوش انا داركم بلا غوش، عاد شدوا عينكم وملي عاد دخلوا عاد دخلكم ويصل فاش عاد وقفوا هنا، ملي عاد نقول لكم واحد جوج ثلاثه فتحوا عينكم عاد فتحوا عينكم في الصالون. فاش مزيان محمد لا غوش لا لا كاملين حتى ان صحتي فاطمه كاملكم شدوا عينكم. يلا واحد جوج ثلاثه زيد. انا اعطوني علي دراريه زيدوا زيدوا بلاتي. ها شوف شد عينك شد عينك نعرض غش حتى واحد ليس منا. لا توقف قد قف محمد زيد لا زيد محمد انت مورا بنتك زيد مورا بنتك مورا بنتك تنقول لكم فتحوا زيد وقفوا تما وقف انت هنايا حتى صافوكم وفتحوا عينكم. زيد انت مريم زيد هيدا زيد وقف حدا ماماك زيد محمد هنا حدا ماماك زيد انصاف زيد لهنايا زيد فاطمه صافي وقف محمد صافي وقفوا رجع انت هيدا. يلا انا غنجي لهنا وغنخليكم تفتحوا عينكم في الصالون. واحد جوج ثلاثة. بالصحة برامج تيجي يسلموا عليا انا. واو واو جواعر جواعر حق الله العظيم جواعر وغزال. كيجاكم كيجاكم الصالون كيجاكم الخدمه كل شيء فرحانه قديم. شكرا كيجاكم الصالون جا الصراحه واعر والله اجي يا بصراحه الله يبارك كنت موقعه هذا الشيء. صحه انصاف راني متي لهنا باش نصوروا بصحتكم المشاهدين انتم وحنا هذه الفرحه احنا بالصحه علينا هي بالفرحه. جواعر الصراحه انا النهار اللي مشينا باش نعدل هذا الفراش هذا ما كنتش الصراحه موقعه في البيل ديالي عجيب ما كنتش متوقعه. كيجاكم اللوح كيجاكم الطاوله بداو يعطونا الراي ديالكم عندكم الصراحه واعر زربيه روعه هذا الشكل ديال الورق راقي بزاف غزال واش حتى شكل الطاوله الفراش صراحه ما عندي ما نقول حالي فرشتوا راسكم والله شكرا لهشنا والله فرشنا وحنا صراحه انا بعديك انا كنت واخا متوقع عايش شي حاجه واعره لكن تفالي صراحه عجبني هي فاش بان صالون كبير بزاف فاش عطى مساحه. كيف جاكم الصالون؟ روعه. كيف جاكم الصالون؟ كيف جاكم الصالون؟ كما فرحتنا الله يفرحك. امين الله
الله يخلينا ديما كيامي فرحانين. الله يفرحك الله يفرحك يا ربي ربي يفرحكم في الدنيا وفي الاخره الله يرزقكم ما تمنيت بحياتكم يا ربي يا حبيب. وشكرا بزاف حيتاش انا قبيله تيبكي شاولي شاولي الكلمات شاولي الكلمات كلشي وصل لنا هنا عاوتاني كيفاش كيبان من قبل بكيت بكيت والله حتى بكيت نتمنى والله حيت انا كنت كنديتو انا الصراحه انا كنت كنديها صراحه والله الا حيت كتقول لي الافكار كتقول لي معاك كنت نقول لها هذاك كيفاش بحال خصك الصالون كتقول لها شنو كيفاش بغيت انا كيفاش بغيت انا باش نفرش الذوق ديالنا وفي نفس الوقت يكون الذوق ديالها هي واللي عندها هي الشهوه يكون عندها في الصالون ديالها. صراحه فرحانه كذا عندنا قضاها ماما هيا 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 يلا يلا عنقوا عمكم محمد وخالتكم راضية وقولوا لهم مبروك بالصحة يلا ايوه رب عليك ما انا وقت قالت قالت متى قلت لي مامتي خاشي رب عليك الصحة الله يرضى عليك الله يتراوعها كلمه امشى وحق الله لا عجزت عن التعبير شكرا والحمد لله حنا هذاك الشيء اللي كنخصنا يعجبكم حتى انتم كما عجبنا حنايا والله حتى هرقت والله طلعت لي قوه الفرحه شكركم بزاف شكركم على هذه حيت معاونيننا والعائله كامله الصراحه راكم معاونين العائله كامله ماشي حنايا اي واحد كيوقف فيكم كيجبركم اللي خطيكم علينا واللي خطى علينا المشاهدين ديالنا حتى هما وكنقول لها واحد بلا واحد الكلمه هذه ديالي انا بلا نعطي واحد الكلمه لجميع المشاهدين ديالنا وحتى للعائله وحتى لاي واحد. واو والله الا نهار اخر الانسان اخبارك وريت الانسان اللي بغى يعيش مرتاح في الحياه ديالو اللي بغى يعيش مرتاح في الحياه ديالو ما خصوش يشوف الناس اللي اكثر منه اللي دائما يشوف لتحت ديما تشوف الناس اللي اقل منك باش تعيش باش تعيش مرتاح هادشي هذه هي الفكره ديالي انا يعطيك الصحه على هذه الهضره لان الناس اللي عندهم العمارات عندهم عندهم المشاريع عندهم يعني ولا كان ربي مكتب لك شي حاجه غياتك بها عاد وصل لك عاد وصل لك غادي وصل لك انا ديما كنشوف ملي كنشوف راسي انا اللهم لك الحمد الحاله ديالي متوسطه ملي كنشوف انا بديك الناس كاين الطبقه السفليه مساكن الله يكون معنا ومعاهم اش كنقول كنقول انا احسن من ديك الناس هذوك انا عايش لا عندي سكنه اللهم لك الحمد عندي كتجبر عندك وليداتك ربي عطاك سكنه عطاك وليدات عطاك واحد رزق باش تعيش واحد اخر ما عندك غير النعمه الحمد لله وكنحمد الله ونشكره على كل حال وكنشكركم ونعاود نشكركم بزاف وكم امين بالصحه صحتكم وراحتكم تستاهلوا بالصحه والراحه تستاهلوا الله تستاهلوا كل خير حتى الطابله واعره وشكل الركنيات روعه والله زعما الله يعطيك الصحه تجيني كنحطك الطابله بحال ديال البيت ديالنا الدرجه عجبتني الصراحه انا شفتك عجبتك طوله بحال هذه عجبوك هذيك فال كحمقني البيت ديالك الحصاصه ديال هذيك بحال هذا قلت انا فاش مشينا بقيت كنفكر مع راسي بغينا من اللي عطينا هادشي تخدم قلت له ويصل راديك عجبه بحال هذيك شي بيت ديالنا براس علاش ما نعملوا لها شي الشكل كيجبال ديالنا قال والله الا عندك الصح والله الا تجي الشيء كيبان حتى الفينيسيون عند معلم عنده فينيسيون واعره الصراحه اشوف الشكل هذيك بغينا ما نعمل لكم شي حاجه مزوقه بغينا نعمل لكم شي حاجه سامبل ومن تحت ومن تحت كيبقى دائما كيبقى مودرن كيفاش عجبكم سامبل مزيان جاكم مزيان وحتى من تحت فيه واحد شويه ما عنده مخدوم فيه شويه الزفت هذاك ديك الكحوله ديال الزفت يعني كيعطي واحد ديكور واعر بحال ديالنا حنايا كما مخدوم ديالنا كما الطابله كما هذا والله يا جو واعر غزال صحتكم وراحتكم صحه والله انا قلت لهم راسك نعاني هذاك الشيء اللي كاين اي حاجه كنبغي نعملها كنعملها بحال اللي كنعملها الدار ديالها هذاك الشيء اللي كاين كنبغي نفرح واحد بحال اللي كنبغي نفرح ولادك جاك الروياق ما جاش ثقيل بزاف وما جاش خفيف روعه مع جو منقيين وجهه الشكل ديال مراقي بزاف الله يعطيك الصحه شكرا الصراحه الله بغينا نعملوا لكم كامل المشروع كيفاش كيعطي واحد ديكور اللي واعر ماشي كل افتقيه بوحده صارجين بوحده وخلوا ديك الفاره فكرنا قلنا خصهم يجيو مشروكين كامل باش الصالون يبان انيق جات واعره الخدمه فكره واعره صحتكم الصحه والراحه
داك الصاص بعد العسر يسرا هذا الشيء اللي كاين. انت هنا لاله بصحه وراحه شحال هذه شنو كنت تقول له؟ تقول له يا ودي يا راسي انا المهد كان لهذيك ديالي هو صلح انا 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 مرضه مع راسي اهمي كامل هذا الرخص نصرا. انت هنا واش شتي كما كيقول لك صقي الصبر انت صبرتي رب الحب نقول لك كن فيكون والله يلاه انت شكون بحالك الصال الناضي نعم سيدي مفراش البد العيله هو عاود ناضي تبارك الله الدار عاود عندكم تبارك الله كتبان بحال شي قصير عاود مجهزه ناضيه ايوا حيت تمناها بصحتكم وراحتكم هذا كله بالفضل ديالكم من بعد سبحان الله من بعد الله سبحانه وتعالى وشكرا بزاف كنشكركم من القلب حتى انتم يا ربي الحبيب رزقكم شي عزر يا ربي يا الحبيب يا ربي تخاوي لي هذه البنيتات ديالي وتفرحهم يا ربي يا رب كل واحد امين. شوفوا ما تنساوش واحد الحاجه اللي مهمه كاملكم وكاملين في حق المشاهدين عطوا واحد الكلمه في حق المشاهدين لان لو ما كانوش معنا هاد الناس هادو بالعوينات ديالهم اللي كيتفرجوا فينا ما غنعملوا لا شي حاجه لنا حنايا اللي هما بصراحه هاد الناس هادو من بعد الله الحمد لله اللي موفقنا. شكرا لكم بزاف انا بالدور ديالي كنشكركم بزاف شكرا للمشاهدين بزاف ربي يحفظكم ربي يسهل عليكم كما كذا بغيو لنا الخير وكذا بغيو للناس واحدين اخرين الخير الله يسهل امركم الله يرزقكم قصر في الجنه كاملكم يا ربي اللي كيشوفنا في هذه اللحظات ومسجعنا ومتبعنا ودائما محفزنا ودائما اللي كيشوف الاخطاء ديالنا كيقولنا غسلكم لله يسامح. شكرا بزاف للمشاهدين والله يعجز اللسان عن التعبير وحق الله ربي يحفظكم ونخلي لكم هما يعطيكم واحد الكلمه كاملين صراحه الله عندنا احسن جمهور يعني هما العائله وكيبغيونا وحنا بزاف حنا الجمهور كامل وكنعرفوا منو عيشي شويه هاد الناس هما كيعرفونا كجبر واحد العدد الناس كنعرفنا اللهم لك الحمد لان حب من ابغانا الله سبحانه وتعالى وحب فينا العباد ديالو انا اليوميات ديالنا اللي كنعملو كامل وما كاين لا كذوب ما كاين لا تصنع لا حتى شي حاجه الانسان عايش طبيعي. كنشكركم بزاف وانتم على راسنا من فوق كما قلتوها لنا راه حنا قابلين راضين وخا كاين شي ناس كيسبونا الله يسامح الله يسامحكم دنيا اخره لان علاش حنا في الديار ديالنا وكنا الله يسامحكم دنيا اخره حنا في الديار ديالنا وكنا نعملوا هذا الشيء ديالنا حنا في الدار واحد اخر ما عرف ما كيسبك وما عرفش علاش كيسبك الله يسامح الله يسامح انا كنقول لك من هنا الله يسامحك دنيا واخره من عندي انا لأننا سامح لاي واحد الله يسامح لاننا في الحقيقه المشاهدين حنا من هنا الفوق راه مستحيل تشوفونا كنتقدوا شي واحد ولا كنهضروا في شي واحد او نعاقبوا شي واحد لان حنا بزاف د الحوايج تعلمناهم خلال هاد السوشيال ميديا وراه اي واحد عنده الناس اللي كيحبوا وعنده الناس اللي كيكرهوا وصعيب باش ترضي الناس كامله وراه كنسامحوا للناس كامله والله حتى اللي غلط فحنا في حقنا الله يسامح ما كاين حتى شي مشكل راه الانسان كامل كيغلط احسن جمهور في العالم شنو تقول لهاد الناس كاملين اللي كيقول لك كيحبوك كاملين وكاملين كيدعوا معاك وكيحماقوا عليك كنقول لهم شكرا بزاف حتى انا كنبغيكم وكنحماق عليكم والله يعطيكم ما تمنيتوا يا ربي يا الحبيب واللي ما عندهاش الدريه صالحه الله يرزقها بها يا ربي يا الحبيب وصرحها في هاد العواشر راضيه بغينا راضيه معانا علاش بنت معاكم وهذا الشيء كامل حنا واخا مهلاين فيهم راه حتى هما واقفين معنا في القناه كيصوروا معنا كيعطونا افكار بعض المرات راه صراحه حتى هما بيدهم كنشكرهم لانهم بعض المرات كيتعبوا معنا والله بصحتكم وراحتكم ويصال شي كنقول لهاد الناس العواد اللي كيحبوكم مسجعين ودائما ويصال تبارك الله عليه ويصال برافو خليكم طبيعيين خليكم هايتا انا الصراحه انتم الناس مزيانين احسن واحدين انا الصراحه كيمشيو لي الكلمات والله ما كان وقع عقلي ما نقول الموس تكون معياله ومعصبه فهمتي وقت كتدخل كتقرا التعاليق وهذه كاين اللي كيعصب كترجع فيها وكذا جبر كذا جبر عاود شي كيحفز وكيرجع فيها الروح صافي كنسى داك الشيء كامل ويصال ما تحرك وكان فيا المهم والله اول حاجه كنشكركم بالكبير بالصغير بالراجل بالمراه بعائلي كيتفرج فينا كامل وكنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم اللي خطيكم علينا كما كنقول لكم من البدايات الا ما كنتوش نتوما ما غنكونوش حنا والله يخليكم معز عليكم كامل واللي فنيتو شي حاجه الله يلحقوه بها والله يسهل على اي واحد ومنادم ما يقنطش وان شاء الله بعد العسر يسرى بعد العسر يسرى وبدرجه بدرجه ان شاء الله حتى تحققوا داكشي اللي في بالكم وصافي شوف كذا فرحانه واحد انا الدموع حبسه قسما بالله الدموع حبسه والله ما خصنيش نبكي بكيت قبيله صافي القادم كي تدعي بالعكس بصحتك اختي ودستاهلي مع راسها لان فعلا المراه شنو كذا اي حاجه كذا الحمد لله وما الدار انا الصراحه كنت كنقول لمحمد في اخر فاش فقدت الامل الصراحه قلت له صافي هاد الدار ما بغياش يتصاوب
ليس صعوبة صعوبة والله قد خلينا أنا في الدرب المقدر مع الفيران هم كروني هذيك الفيران الصراحة في العيش تما صافي كنت فقدت الأمل صراحة ولكن شكرا لكم بزاف وقفتوا معنا وساندتونا حتى لهنا رادا ما عمري ننسى هذا الخير ديالكم وعنبقى واقفة معكم آخر نهار في حياتي واخا يوقع اللي وقع واخا يطرى اللي يطرى واخا كنشوفوا بزاف د الحوايج كيجرحونا كيقولوا راضي عاد تقلب عليكم عاد عملي عليكم لا عمر داكشي ما غيكون ان شاء الله حتى تفرقنا الموت ان شاء الله يا ربي حيت شنو عمرنا انا الايمان ديالي بالله سبحانه وتعالى كبير قلت لك احنا عمرنا ما تفرقنا حتى نتفرقوا دابا احنا بلا قناه بلا والو ماشي غيجي واحد ماشي عيشة ديال النهار ولا ديال العام راه سنين طويله تبارك الله يعني عشنا المره قبل ما نعملوا القناه المشاهدين والله الحمد لله كنا يتكتفون دائما بحال وليداتنا مجموعين احنا مجموعين الحمد لله والحمد لله من اللي عرفت نعود من خلال القناة تعود وحنا مجموعين لحد الآن الحمد لله خيطر اللي طرارا كنوضحوا أي حاجة كذوقع كنوضحها بيناتنا إلى حشبنا مع بعضيتنا ربنا على الخير وربنا على الخير أهم حاجة يتيقى تيقى في النفس هي كل شيء ما قبروش نساو الخير ما ينسى الخير عود الحرام إلى حشبنا يا ربي زيد قلت الصلاة ديالكم البنات وهذه الصلاة شوفوا الطفلة ديالكم وشوفوا المخال شمن كلمة ماشي كلمة كلمة زعما وما طولش الله يرضى عليك باش نتعشى وانا جاي الجوع انا مدك ليله في الصباح اخويا ما طولناش مع المشاهدين شنو نادلو من المشاهدين هذا الفيديو خاص 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 بزاف في هذه القناة ديالنا ويعني متميز على الفيديوهات كامل اللي دازوا كان عندك الحق واحد الأحاسيس فيها جميلة بزاف يعني عملنا واحد المفاجأة لواحد الأشخاص اللي هم عزازين علينا وقرابين علينا بزاف نتمنى لجميع المسلمين يا ربي يجعلهم على صراط المستقيم إن شاء الله شوفوا على قلسة شوفوا على قلسة شوفوا هاي 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 رجال على رجال واحد جوج ثلاثة شكرا